سلا، صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الفل يا كريم، طبعا بصبح عليك واكيد برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده طبعا من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت حاليا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نقل لكم كل الامور طبعا والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وكالعاده خلينا نبتدي طبعا معاك باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني بالتاكيد لفريق النادي الاهلي. يمكن خلينا قبل ما اتكلم في اي حاجه طبعا يعني ضم صوتي لصوتك وطبعا ابارك لك بالتاكيد يا كريم وبارك لكل جماهير النادي الاهلي. مبروك طبعا حصول النادي الاهلي على برونزيه مونديال للانديه او طبعا بطوله كاس العالم للانديه اللي كانت مقامه في السعوديه طبعا بعد الاداء يعني اللي شفناه في المباراه الاخيره امام اوراوا الياباني. يمكن طبعا المباراه اللي كانت يعني لتحديد المركز الثالث والرابع في مونديال الانديه، يمكن شفنا طبعا اداء يعني قوي واداء متميز من جميع لاعبي النادي الاهلي، 4 اهداف مقابل هدفين لصالح النادي الاهلي. يمكن طبعا شفنا المباراه ولا اروع، وكمان يعني حصول النادي الاهلي على برونزيه كاس العالم يمكن زي ما انت قلت يعني شرف كبير جدا. النادي الاهلي هو فخر مصر وافريقيا والوطن العربي، النادي الاهلي يعني كتب تاريخ جديد وبالتاكيد انجاز جديد في تاريخه للمره الرابعه يعني بالنسبه للنادي الاهلي في تاريخه الحصول على برونزيه كاس العالم، فطبعا انجاز كبير جدا حققوه رجال النادي الاهلي. ويمكن كمان خليني اقول لك كنت متواجده انا طبعا يعني في تغطيه خاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، كنت متواجده في جميع المباريات، تغطيه لجميع المباريات من جميع فروع النادي الاهلي سواء طبعا مقر النادي الاهلي بالجزيره او فرع الشيخ زايد وفرع مدينه النصر. يمكن خليني اقول لك يا كريم كنت متواجده في الاربع او في الثلاث فروع دول، يعني خليني اقول لك ان الاجواء كانت استثنائيه طبعا، يعني الفرجه او مشاهده المباريات النادي الاهلي من داخل فروع النادي الاهلي بتبقى مختلفه جدا، الاجواء بتبقى استثنائيه، كمان الفرحه بتبقى مختلفه. يمكن كنت موجوده في كل الفروع، كان في عدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي متواجدين، ويمكن الكل كان بيكون متواجد قبل المباراه بساعات، يمكن مثلا بحوالي 3 4 ساعات بيكون جميع اعضاء النادي الاهلي متواجدين، يعني بالاخص كمان لما كانت مباراه اتحاد جده والنادي الاهلي وكمان مباراه الاهلي واوراوا الياباني. يمكن المباراتين دول كانوا يعني كانوا يوم الجمعه، يمكن كمان الناس يعني بعد صلاه الجمعه كل يوم جمعه كانوا بيكونوا متواجدين بعد الصلاه منتظرين مباراه النادي الاهلي لحد بالليل، الكل بيبقى قاعد قدام الشاشات منتظر المباراه، فالكل كان فرحان، اجواء كانت يعني اكثر من رائعه يا كريم. كمان يمكن الفرحه يعني الاخيره بالفوز او الحصول على برونزيه كاس العالم، يمكن خليني اقول لك ان كان في حاله من التفاؤل عند يعني اعضاء النادي الاهلي، كان الكل واثق انه ان شاء الله رجال النادي الاهلي هيكونوا على قدر المسؤوليه وعلى قدر الثقه اللي موجوده عند جماهير النادي الاهلي ان هم ان شاء الله يعني طبعا يمكن يعني الفرصه كانت موجوده يعني الوصول لنهائي المونديال كانت الفرصه كبيره جدا بنسبه كبيره، ولكن يعني طبعا كان في حاله من الحزن موجوده عند الاعضاء، ولكن برضو كان في حاله من التفاؤل وحاله من الفخر طبعا عندهم لوصول النادي الاهلي او حصوله على برونزيه كاس العالم. خليني بقى اروح طبعا معاك لاخبار فريق النادي الاهلي، ويمكن امبارح يعني الفريق غادر السعوديه للامارات ووصل طبعا الامارات او ابو ظبي في الامارات بالسلامه طبعا استعدادا للبطوله القادمه والتحدي طبعا اللي جاي يمكن بدون راحة من بطولة كأس العالم للأندية اللي هي بطولة كأس السوبر المصري. النادي الاهلي يعني على طول بيشارك في بطوله جديده، طبعا النادي الاهلي حصل على بطوله كاس السوبر 13 مره في تاريخه، وطبعا يعني في انتظار تحقيقه للقب للمره ال 14 في تاريخه. النادي الاهلي امبارح يعني او بعثه فريق النادي الاهلي طبعا بصحبه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، واكيد كمان المهندس خالد مرتجي امين الصندوق ورئيس البعثه كان ايضا متواجد، الكل وصل امبارح بالسلامه، والنهارده ان شاء الله الفريق هيستأنف تدريباته في تمام الساعة 5 مساء في أبو ظبي استعدادا طبعا لأول لقاءاته أو أول مبارياته في بطولة كأس السوبر المصري. أول مباراة إن شاء الله بالنسبة للنادي الأهلي هتكون أمام سيراميكا كيلوباترا، وهتقام في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 9 مساء بتوقيت أبو ظبي، وطبعا المباراة اللي هتقام على استاد محمد بن زايد بأبو ظبي في دولة طبعا الإمارات الشقيقة كده بالنسبة لفريق كرة القدم. ممكن كمان خليني أقول للسادة المشاهدين إنه بطولة السوبر المصري بتقام بنظامها الجديد مشاركة 4 فرق، يمكن طبعا بنشوف بطولة كأس السوبر بتقام ما بين فرقتين، المرة دي هتكون ما بين 4 فرق، النادي الأهلي هيشارك في البطولة يعني إنه هو طبعا بطل الدوري، وكمان سيراميكا كيلوباترا
بطل بطولة كأس الرابطة، وأيضا نادي بيراميدز وهو وصيف الدوري وكأس مصر، وأيضا نادي فيوتشر صاحب المركز الثالث. يمكن دي الأربع فرق إن شاء الله اللي هتشارك في بطولة السوبر المصري، وبالتأكيد زي ما قلت إن بكرة إن شاء الله تبقى أول لقاءات لنادي الأهلي. خليني بقى أروح لجميع الألعاب الأخرى وأبتدي معاك بأخبار يعني الفريق الأول لكرة السلة رجال تحت قيادة مستر أجاستي بوش المدير الفني الأسباني لفريقه لنادي الأهلي. ويمكن طبعا بعد حصول نادي الأهلي على بطولة المرتبط يا كريم، حاليا هم في راحة من يعني جميع البطولات والمباريات، ولكن لسه بيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي. النهارده الفريق هيكون راحة من التدريبات، وبكره ان شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعية من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن حاليا في فترة توقف لمدة شهر بالنسبة لفريق كرة السلة طبعا بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة العربية، واللي هتقام من يوم 26 ديسمبر يوم الثلاث لحد يوم 3 يناير. وطبعا البطولة دي اللي مقامة في مصر، وهتكون كل المباريات على استاد القاهرة. منتخبنا الوطني طبعا بيشارك في البطولة وهو في المجموعة الثانية مع دولة الإمارات ودولة الكويت تونس والمغرب، وإن شاء الله أول لقاءات منتخبنا الوطني هتكون أمام الإمارات يوم الثلاث، طبعا ده في يوم الافتتاح للبطوله العربيه لكره السله. يمكن طبعا يعني نجوم النادي الاهلي من فريق النادي الاهلي هيكونوا مشاركين في المنتخب او مع المنتخب، زي طبعا ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق، وعمر زهران، وايضا كريم حاتم. هم دول لعيبه النادي الاهلي هيكونوا مع المنتخب، وان شاء الله يعني بعد التوقف الدولي يا كريم الفريق هيرجع ويستأنف تدريباته او مبارياته باذن الله في بطوله دوري السوبر لكره السله، وهيبتدي طبعا بالدور التمهيدي. وان شاء الله الدور التمهيدي يعني هيكون تقريبا في شهر واحد، وطبعا ده بعد ما يعني ياكد على النادي الاهلي الاتحاد المصري لكره السله ويبعت خطاب طبعا ان شاء الله النادي الاهلي هيلعب في شهر يناير في الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة. ده بالنسبة لرجال السلة. كمان سيدات السلة النهاردة إن شاء الله هيوصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي، عشان عندهم يوم الثلاث أول المباريات في الدور التمهيدي لبطولة السوبر أو دوري السوبر لكرة السلة. إن شاء الله يمكن دور التمهيدي هيقام بنظام the best of three، 3 مباريات النادي الأهلي يكسب منهم مباريتين من أصل 3 مباريات عشان يضمن طبعا التأهل للدور اللي بعد كده. إن شاء الله النادي الأهلي هيواجه نادي الطيران يوم الثلاث ويوم السبت، وكمان الساعة 6، وأول مباراة هتقام على صالة الشهداء بمقر النادي، وتاني مباراة هتقام على الصالة الخاصة بنادي الطيران. كمان فريق كرة اليد سيدات وتحت قيادة كابتن محمد عادل زولا كان عندهم مباراتين يا كريم امبارح وأول امبارح مع نادي سبورتينج وسموحة، وفاز النادي الأهلي في المباراتين، وطبعا دول المباراتين في الدور الثاني من بطولة الدوري العمومي لكرة اليد سيدات. يمكن طبعا أول مباراة مع سموحة خلصت بنتيجة 31-22 لصالح النادي الأهلي، وسبورتينج كانت بنتيجة 25-21 أيضا لصالح النادي الأهلي. المباراتين كانوا هنا على طبعا الصالة اللي ورايا، صالة أمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. والنهارده إن شاء الله الفريق بدون راحة هيواصل تدريباته الساعة 4 داخل مقر النادي، عشان بعد كده يعني يوم الاثنين هيسافروا او هيتمرنوا، بعد كده هيسافروا ان شاء الله لمدينه الاسكندريه لدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهه نادي ايضا سموحه. يمكن بيواجهوا سموحه مرتين في نفس الاسبوع، نادي سموحه في الدور ال16 من بطوله كاس مصر لكره اليد. فان شاء الله المباراه دي هتكون يوم الثلاث وهتقام على صاله نادي سموحه. كمان خليني اقول لك انه برضو في توقف دولي بالنسبه لفريق كره اليد رجال، في توقف دولي بسبب مشاركه ايضا منتخبنا الوطني لكره اليد في بطوله امم افريقيا، وطبعا برضو المقامه في مصر على استاد القاهره، ولكن البطوله ان شاء الله تبتدي في شهر يناير يا كريم بعد مباراه او بعد مباريات يعني او بطوله البطوله العربيه لكره السله، بعديها على طول هيبقى في كاس الامم الافريقيه بالنسبه لمنتخبنا الوطني لكره اليد، ومشارك برضو العديد من النجوم الى نادي الاهلي. فهيكون في توقف دولي بالنسبه لنادي الاهلي، وان شاء الله هيرجع يعني لمبارياته ولجميع مواجهاته في بطوله الدوري العمومي لكره اليد في شهر 2، وان شاء الله هتكون في شهر 2 هتكون البدايه او الدور الثاني بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله الدوري. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لك يا كريم انه فريق كره الطايره رجال كان عندهم امبارح مباراه مع نادي دلفي، وانتهت بفوز النادي الاهلي ب3 اشواط مقابل لا شيء. يمكن خليني اقول لك كده ان النادي الاهلي كان عنده 10 مباريات في الدور التمهيدي من بطوله الدوري، اول 5 مباريات كان الدور الاول والتاني 5 مباريات طبعا كان الدور الثاني، وبالعلامه الكامله النادي الاهلي فاز في ال10 مباريات في كل المباريات في الدور التمهيدي. ان شاء الله من المنتظر انه
في اول شهر يناير القادم يوم 6 يناير هتكون اول مباراه النادي الاهلي، بعد طبعا الترتيب اللي هيتم بالنسبه لجميع الفرق، وطبعا ده بناء على النقاط اللي هم حصلوا عليها في جميع المباريات. فان شاء الله يعني الاتحاد المصري لكره الطايره هيحدد ايه هي اول مواجهه بالنسبه للنادي الاهلي بعد الدور التمهيدي في بطوله الدوري، ودي هيكون ان شاء الله اول شهر يناير. فحاليا الفريق هيكون في راحه لمده 3 ايام، وبعد كده هيرجعوا للتدريبات الجماعيه. وكمان فريق الطايره سيدات كان عندهم مباراه مع نادي الشمس، كانت مفترض انها تلعب بكره ولكن تم تاجيلها بسبب مشاركه منتخبنا الوطني للكره الشاطئيه في التصفيات النهائيه لاولمبياد باريس 2024. وان شاء الله الفريق يعني هيرجع تاني وهيلعب مع نادي الشمس اول شهر يناير، ولكن الفريق حاليا بيواصل تدريباته بشكل طبيعي لحد ما هيواجه نادي الشمس في اول شهر يناير القادم. يمكن طبعا دي كانت كل اخبارنا يا كريم المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا ببارك لك تاني بعد حصول لعيبه النادي الاهلي على برونزيه كاس العالم، ومنتظرين طبعا ان شاء الله النادي الاهلي يفرحنا تاني الاسبوع ده بحصوله على بطوله كاس السوبر المصري للمره ال 14 في تاريخ النادي الاهلي. والان العوده مره للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا كريم، تفضل. ده اللي احنا مستنيينه من لعيبه النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله. والله يبارك فيكي، ميرسي جدا، ربنا يخليكي يا سلا، وتحياتي وجزيل شكر ليكي على هذه التغطيه الوافيه كالمعتاد.